يقول أنا من فرنسا وأريد أن أفتح محلا لبيع العطور النسائية والرجالية، هل أنا مسؤول عن النساء اللاتي يشترين عطورا ويستعملنها خارج البيت؟ وهل يجب علي أن أكتب إعلانا بأن هذا الشيء حرام على النساء؟ لا أبد، بيع العطور على الرجال والنساء والمسؤولية عليهن إذا أسأنا استعمالها، أنت لست مسؤول عن استعمال. نعم.